يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. مساء الفل، مساء العسل، مساء السكر. بصوا، انا لسه عند نادين من امبارح. الفيديو اللي نزل لكم انا سهرانه الساعه دلوقتي فجر ورا الفيديو. ايه نادين؟ يعني هي اللي مخلصه الاوضه. انا ما عملتلهاش حاجه، بس انا بحب ارشلها مع برفان. الله، برفانات والله العظيم، يعني مش عارفه اقول ايه. بصوا، احنا خلاص فرشت لها الاوضه دي، هي اللي عاملاها يعني، بس انا ايه لمعتها لها وفرشتها لها كده على السريع. هي ونانو اللي ايه كانوا عاملينها، وانا فرشتها لهم بس كده على السريع. فكده الاوضه دي بالصلاه على النبي. بس شوفوا الهدوء، اوضه هاديه خلص. ماشي، خلاص ما شاء الله عليها. هي خلاص ما شاء الله عليها عملت اوضه البيبي. ربنا يا رب يكفيها شر الوحش والمستخبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا بنت ايه الرعي ده، منظر والله. انا فكرت المهم يعني خلصت اوضه البيبي اهي، وخلصتها هي اللي عاملاها وخليها زي الفل. هنقفلها بسم الله. عملت المطبخ، انا هطلع المنظفات هنا والمعطرات يبقوا قريبين مني عشان بدخ هنا عليهم. وعملت لها المطبخ كده، كان مكركب شويتين بس الحمد لله خلصته ولمعته ورصت لها الحاجات ونظفت لها المطبخ كده من بره على السريع. شغلت لها البخور. عايزه اقول لكم لكل اهالي السعوديه، البحرين، بنافع للعود، عامل اسمه البخور ده اسمه مونيكا، رهيب. هو مش عارف مش عارفه هو برفان على بخور، مش عارف، فظيع فظيع فظيع. وغسلت لها الهدوم، شغاله الغساله. بصوا، انا مشغله الغساله على الهدوم بتاعتها، وطلعت البياضات بتاعت دول عملتهم لها. واحنا بالليل نقفل بقى البلكونه. بسم الله. غسلت لها البوتاجاز، غسلت لها البوتاجاز وسبت لها الكاتل ده هنا مكانه. شغلت لها البخور. مين اللي دفع القران؟ وعملت لها الحمام وخليته لها زي الفل. هو ما كانش في حاجه يعني. بصوا، هو على السريع يعني، على قد ما انا قدرت. الحاجه اللي اخدت معايا مجهود شويه هو الطقم ده، بس انا سايباه ايه، سايباها كده ينشف مع نفسه بقى، مع نفسه. شوفوا العيال شافوا برده القران، هعمل ايه من الشعر؟ شغلت لها بقى القرآن، بس عايزة أوطيه مش عارفة عشان الريموت مش لاقيه. بس الشقة زي الفل الحمد لله. أروح بقى، أروح ألحق أصلي الفجر في بيتي، عشان أنا بصوا أنا كان نفسي أصور لكم بس ما كنتش قادرة. كنت بقى براحتي بغسل مواعين وبعمل وأمسح وشي سجاد وبرش سجاد. فيعني الحمد لله. أروح بقى اشوف شقتي وارتاح. بكره مش هعمل بكره اي حاجه، اللي هو اليوم اللي النهارده في نفس الفيديو ده مش هعمل اي حاجه. يلا بينا اغير بس هدوم. بصوا بقى، قبل ما امشي نادين طلبت مني تاكل مكرونه وبطاطس مقليه، وهي ايه تطلب انا انفذ على طول. عملت لها شويه مكرونه كده، شويه بطاطس مقليه، وخلاص خلصت اليوم بتاعي. يا صباحو عسل، يا صباحو سكر، يا صباحو اورنج ابيض، ونهاركو ابيض ونهاركو عسل. بصوا، عايزه اقول لكم انا امبارح طبعا جبت لكم انا عملت ايه عند نادين وعملنا ايه. حلو. طبعا قمت الصبح مكسره مكسره بمعنى مكسره يعني، وقمت الصبح لقيت عم علي عمل لي الفطار. ربنا يبارك له يا رب ويسعده ويبارك له. المهم يعني طبعا قعدت اغلس عليه شويه ساعه الفطار، مش مشكله يعني. فطرت، بعد ما فطرت قعدت شويه، هو رايح شغل ليه بورسعيد، فانا ايه يعني والله ما كنتش عايزه اروح، بس هو قال لي لا، بدل ما تقعدي لوحدك وانا النهارده ما فيش شغل مش هعمل اي حاجه خالص، النهارده مقضيه راحه. عارفه ان اللي بدنك عليك حق، انا الحق النهارده، بس المفروض اقضي راحه في السرير يعني، بس انا ما بحبش قعده السرير. فقال لي قومي النهارده نخرج. هو رايح بورسعيد وانا بحب بورسعيد جدا وبحب اهل بورسعيد جدا. فقال لي خلاص قومي تعالي غيري جوي معايا، استنيني في العربيه عمال ما اخلص شغل. فاهو وهو يغديني يفطرني ياكلني اي حاجه كده يعني. صباحكم فل، صباحكم رضا، صباحكم هنا. يلا بينا نشوف عم علي واقف يستنانا. طبعا هو اتاخر والناس عمالين يرنوا عليه، وكان في واحد صاحبه هيروح معاه عشان هما اتنين يعني شركاء في الحته في الشغل اللي انا جدي، بس انا رخمت عليه وجيت. لا والله هو اللي قال لي، انا ما جيتش، انا كنتش عايزه اجي اساسا. وانا قعدت يعني اقنع فيها، وافقت غصب عني. ايوه ايوه. انت الطول تمشي معايا اصلا؟ انت مش عيانه؟ لا. طب دي شكل واحدة عيانة. بص بص لابسة ايه، هقول لكم. هو لابسة بنطلون اب، مش عارف. هاتي كده والنبي، لما شكلها عيانة ده انا بالنسبة لها عندي بالهرسي. بالهرسي ايه في الفيديو على كده؟
قفلني اساسا، قفلني. هو عايز يقول كلام حلو، خدوا بالكم، هو عايز يقول لكم كلام حلو، واخدين بالكم من ال حلوة الصورة دي، حلوة الصورة. المهم يعني، المهم ايه، تعالوا نخرج بقى يا ولاد. بلكونة والزرع بتاعي، يلا بينا. نسمي بالله، بسم الله، ونتوكل ايه على الله. يلا بينا. بسم الله. مبسوط ان انا خارجة معاك صح؟ جدا جدا مبسوط سعيد، حساك سعيد، بحب العربية، حساك سعيد جدا، مبسوط. انا عايز احدف نفسي من العربية من الفرح. اول حاجة هتعملها معايا ايه؟ هنسمي بالله وندور العربية. ايوه مش معايا، مش دي مع عربية. انا بقولك معايا انا كنشوة. ندعي لك بالشيف. عجبني الشراشيق. ايوه ما انت دعيت لي بالشيف وانا بقيت زي الفل اهو. انت ليه محسسني ان انا عندي مرض؟ ما انا زي الفل اهو. طب نمشي بقى. ايوه هتعمل لي ايه النهارده؟ بصوا اتفرجوا على الاوبشنات. عليهم عليهم. الاوبشنات اللي علي هيعملها لي. يا جماعه انا عنده عروض كويسه جدا ومعايا ضمان 5 سنين ضد عيوب التصنيع. ده انت ده كده بيدور على عروسه. اسمع الجمله دي معناها نقفل الفيديو على كده. بقى ايوه بقى اول البدايات اهو. صباح الخير. يعني بما ان الاستاذه نشوى مصحيانا من الساعه 7 8 الصبح. ايوه. فنجيب بقى شويه كابتشينو نفوق كده عشان نعرف نمشي. احنا ممكن نقول الجمله بطريقه تانية. او ليه؟ انا النهارده قلت اجيب لي نشوى كابتشينو اللي هي بتحبه. مظبوط. ازيك؟ عامل ايه؟ قولي كنت انت اللي بتقولي بالنيابه عني. تقول ايه؟ انا النهارده يا جماعه عارف ان نشوى بتحب الكابتشينو ده، فانا هجيبه لها. هو كده فعلا زي ما قال. السفرة الحلوة. يلا بينا. شو كابتشينو 10 على 10. ايوه بداية السفرة الحلوة كده. مبسوطة معانا يا نشوى؟ يعني دي في بداية حلوة، بداية مبشرة. هتتكب عليا. أهم حاجة معايا إرضاء العميل. هتتكب عليا عشان دلوقتي احنا هنروح لدكتور جلدية على طول، مش رايحين نتفسح هنا. يلا بينا. بضحك وأنا كل لازم أكون ضحكة بسبب بضحك عادي. لا عرفت بتضحك على مزاجي حلو وبضحك. ولا بتضحك على ايه يا نشوى؟ قالت لي مفيش، فبمد ايد اخد كوبايتي لقيتها مشروب نصه، فبمسكها قلت عرفت بتضحك على ايه يا نشوى. شربت بس انا جبت الكوبايه، شربت نص الكابتشينو بتاعه ولقيته ما شربش الكابتشينو بتاعه والرغوه اللي نار فوق. والله نار الرغوه اللي فوق هتروح. قمت شاربها كده 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 يعني هتروح. يعني الرغوه ده حاجه مؤذيه، فانت بتبتدي يعني مش هي كده 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 كانت هتروح منك، فتروح لحد يستفاد منها. تروح من اي فرصه؟ لما الهز بتاع العربيه يريح ضيع الرغوه. الهز بتاع العربيه؟ ايوه. ايه بقى تروح لحد يستفاد منها ما دام كده كده ضيع منك؟ لو كل واحد استنى بقى ما اخد اديله بقى اديله. لو كل واحد ما عرفش يحافظ على الحاجه اللي معاه فخلاص تروح للي يحافظ عليها ويعرف قيمتها. الناحية التانية دي اللي احنا بنسافر بها مصر. اه. امسك هنا عشان تتصور كده. خير. الشمس جايه فوق بوظها. ايوه. احنا قاعدين بنتكلم انا ونشوى يعني حاجات لاول مرة تيجي في بالي. اه والله العظيم يعني هو الحمد لله اليوم ده يعني الفيديو اللي هينزل لكم ده فيديو يعني غريب بالنسبة لنشوى، عشان نشوى بتحب تعمل شغل وتصوير وتنظيفات والبنات، فهو الفيديو فري كده فاهمين؟ فانا قاعد فقعدنا نفتكر زمان من اول ما عرفنا بعض. هو انا بوريك الصوره وانا تعرف بصوا احنا عنانا دمعت يعني انا ونشوى قسما بالله يا رب رجعنا بالسلامه عنانا دمعت. قعدنا نفتكر فقول انت يا نشوى ما بعرفش اهو. لا هو في صوره وريتها له وانا كنت تعبانه جدا. فبيقول لي يا نشوى فاكره يا نشوى قبل ما يعني نشتغل فاكره ظرف كذا حصل فاكره يوم كذا. فقعد يفتكر لي كل الحاجات الوحشه اللي انا مريت بيها في حياتي. قعدت افتكر تعبها فقال لي انت شفت كتير وانا شفنا كده يعني انا افتكر ان انا قعدت فتره والتاني كنت تعبان فيها جدا ما كانش اي ما عندنا قنوات. فضلت تقريبا حوالي من سنه ونص سنتين اعيا اطلع من عيا اخش في عيا مش عيا دور برد واقوم لا عمليات عيا من اللي هو بيرقد في السرير عمليات. يعني انا افتكر والله العظيم نشوى دي قسما بالله كانش قنوات ولا حاجه وكنا مأجرين شقه يا دوبك قضا وصلنا ونشوى. ما كنتش اعرف اخش ضبط الميه كانت تشتل على ضهري اقسم بالله وتاخدني تحطني على قاعده الحمام بس يا علي. اي والله فضلت فتره كبيره لقيت في السرير كده حتى كانوا تم تبقى عايزه مثلا تشوفني وكده يقوموا شايليني منزليني. انا عرفت ضهري جاله غضروف من انا ما افتكرتش. اسمع بقى وياخدوني البيت يشيلوني يحطوني كل ده وانا نايم حته خشبه كده والواحد يقوم تاني من التعب ده على عمليات تانية في الدماغ والجيوب الأنفية والودان حاجات يا جماعة قسما بالله يعني اللهم لك الحمد حاجات ما في إنسان بتهيألي يستحملها. طبعا الناس كلها مرض بحاجات زي دي يا دوبك لما الواحد بدأ يشم نفسه وفتحنا القناة قام مديلي على ودنه كل شوية لط لط كده.
ايه كميه الناس لا سلبيه كده؟ لا ده احنا بنقول اللهم لك الحمد احنا راكبين عربيتنا وخارجين نغير جو. ايه ده على فكره دي جرعه الايجابيه اللي على حق. ان انت بعد التعب وبعد المعاناه دي كلها ربنا يكرمك هنعيش لسه يابا ونشوف. اصبر يعني انت اصبر وربنا يديك حاجه حلوه. انما ما تتنمرضش. لا والله الحمد لله ربنا نجانا من حاجات كتير وقف جنبنا في حاجات كتير. وانا عارف انا عارف ان ربنا بيحبني قوي قوي وبيحبنا طبعا بيحبنا قوي 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 دايما بيقول على فكره ده من اعلى درجات الايمان بالله ان انت تعرف ان ربنا بيحبك. ده حقيقي والله ده حقيقي. ومحطني في في مكانه والله بجد انا لو عشت اشتغلت كده بمجهود سنين ما كنت اتحط في المكانه دي. وحطني في ظروف ونجاني من ظروف ونجاني من اهم من الظروف. لا مش من اهم الصحه اهم حاجه. نجاني من ناس يعني دي اكتر موقف انا بمر بيه. ربنا نجاني من الناس سبحان من طلعني منهم سلمى غنمة كده. والله والله العظيم سبحان من طلعني من الناس دي يعني سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وبرضو عايزة اقول على حاجة انا فضل يرجع طبعا مع ربنا بنسبة فضل يرجع لجوزي. جوزي بقى عمل ايه والله العظيم مش بشكر يعني عشان انا فتحة الكاميرا بس هو رباني حلو بعد بابا اول واحد رباني في الحياه بابا. ثم الناس اللي ما يعرف انت ما تعرفوش يا جماعه نشوه زمان دي كانت عامله ازاي. انا متجوزها بني ادمه اكن عيل في ابتدائي قسما اكمل كلامي لو سمحت مفيش خبره في الحياه نهائي. جوزي بقى عمل ايه والله العظيم بجد مش بشكره عشان فتح التصوير بس يعني هو كان الله يرحمه بقى ادعوا له الله يرحمه. بص جوزي رباني على ايه ان انا ابقى ليها شخصيه ورباني ان انا اعرف ازاي اخلي اللي قدامي يحترمني ورباني ان انا ازاي اعرف اتكلم مع الناس ورباني ان انا افهم الناس ده عايز مني ايه وده بيكلمني ليه وده بيكلمني عشان ايه. فهو يعني الله يرحمه الرحمه بجوز الحي والميت. ما نعرفش نقول كلمتين مساويين حلوين ابدا. رباني على حاجات كتير حلوه وخلاني ان انا في يعني فضل من عند ربنا في وضع ومكانه وحاجات كتير حلوه دي من تربيته. فهندعي له بالرحمه اللهم ثبته يا ربنا اسألوا لأخكم التثبيت يا ربنا يرحمه وعايش وعايش ربنا يرحمه وعايش ولازم يعني ربنا عايشين وميتين وفي احسن من رحمه ربنا. ده انت لو ربنا لو اتفتحت لك ابواب الرحمه اقسم بالله ما مخلوق في الدنيا يعرف ويضرك. ده انت تركب الصاروخ يا بنت دي كلمه فيها صلى على النبي. بس صلى على النبي ما خدتش بالي ما خدتش بالي ما خدتش حرام انا ما افتكرت ما خدتش بالي من انت قلته. ايوه بقى ايوه بقى يا اللي مركبني هينزلني البحر هينزلني البحر يا اولاد بالعربيه عشان تعرفوا بقى. لا واصل لا احنا بص لا واصل وحاجه كبيره في البلد. لا ده ما نعجبك او احنا عايزين بقى نسال ونعرف عشان جانا هنا قبل كده مكان معدم ولا فهمش اي شيء في الدنيا. فنسال بقى ونعرف الاماكن اللي عشان اليوم اللي عشان اليوم كده يكمل حلو. الوقت مش انا خارج افسحها كارفور ماله وماله الفسحه. انا فسحتي في السوبر ماركت فتوديني سوبر ماركت يبقى كده انت عملت معايا خلاص نخش السوبر ماركت ونروح رايك ماشي مش مشكله بس هتغديني برضه في السوبر ماركت هتغديني في اي حته ان شاء الله على الرصيف. ده كانت خروج عسل كارفور بورسعيد اكتر حاجه علي بيحبها بس الفشتة اللي هي ناشفه. لا مش مستوي كاكا برضو نشمه كاكا برضو نشمه بس هي دي فيهم واحده حلوه واثنين لا لا انا طماطم شيري انا شوف لا انا مش عايزه شيري ولا شيري نقطه ولا شيري ولا مرسيدس. هي فسحه ولا مشتريات افهم. طيب لا افهم اليوم انت جبت كاكا لنفسك انا لسه ما اشتريتش حاجه. طبعا كاكا ما انت هتاكليه. لا مش عارف الحمد لله لقيت شيء العروسه اللي هو الفتل. نشوف نشوف بتجيب ايه. بص يا جماعه هي زعلت مني اقسم بالله عشان رايح اجيبه وهي تقول انا كده كده راح اجيبه لك من نفسي. اتأمر مش اصلا كنت عايز اجيبه لها. لا هي قالت انا هجيبه انا جبت شوكولاته ده. انت ما تغضب وزبيت. لا بصوا بقى الحاجات اللي اشتريناها جبنا كوكو وعلي جاب لي نفسه شاي. انا بقى الغلبانه الشقيانه كبت كيس شيبسي وشوكولاته مبسوطه معانا. احنا دلوقتي يعني مقدما كده يعني عشان انا لابسه اورنج فانا ايه هغسل الكوكايه دي بعد اذنكم. اه ده حلو دي اللي انا هاخدها وده احلى يا نشوى. دي احلى اخد انا الاحلى عشان تعرفيني يعني.
جبنا كل ازازه الميه على كاكاو الواحده وازازه الميه السنه الوحيده بخمسة جنيه. هنعمل ايه بقى؟ نجيب منديل. هنجيب مناديل اصلا؟ لا ما انا هجيب مناديل بقى. امشي محمد. انا والكاكايا متقامين مع بعض. اه والله من بدايتها كده باين ان هي هتكرمش لي بقى. لا لا حلو مستويه ما لهاش ريحه الطعم والله. اصبح رايكم بقى في الجو الجامد ده وبحر بورسعيد وجمال بورسعيد؟ ده بورسعيد بلد جميله جدا. قلنا بقى نخش بقى نتغدى بقى، فجبت نشوه بقى وجانا المطعم ده. نورنا يا حاج نشوه. نور. انا عايز اوقفه على حاجه. اول حاجه هو علي كان لازم بورسعيد سمك وجمبري وكده طبعا، بس انا دخلت مطعم سمك بص حاسه ان انا معدتي وجعتني والله. خرجنا بعد ما قعدنا مش عايزه سمك. انا مش قابله. لا هو السمك ريحته حلو وكله، بس انا اللي مش حابه سمك. وتغصب تقول له اقعد كله؟ لا والله ناكل سوا. كل انت قال لي لا. قلت له خلاص نضرب بقى مشويات. هو طلب موزه ضاني وانا طلبت محشي ورق عنب شوربه وكده واكل عادي، لكن هو كان نفسه ياكل سمك يا عيني. لا 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 والله كده 100 100 حلو قوي. أرأي؟ لا جامد شغل جامد عالي. ده احنا نيجي عند ابو السيد على طول. احنا هنا على طول. شو جامد الشو ده حلو. فته بقى وموزه. ابو السيد بصوا انا نسينا نصور لكم الاكل قبل ما بدا. بصوا ده محشي، كان محشي ورق عنب، ودي كانت فته موزه. وريهم الفص عامل ازاي علي. شغالين من زمان. ودي فراخ مشويه. بصوا اه وشوربه بقى، وقاعدين بناكل الاكل الحلو ده. على البحر بقى وجمال. ده بقى يا جماعه المكان نقعد بقى ايه نشرب الشاي فيه. ده فيه بسين. ده فيه بسين في المكان. وختمنا اليوم بقى بكوبايه قهوه مظبوطه وعلي ايه شاي بالنعناع. شاي بالنعناع ونروح بيتنا بقى ننام لنا شويه. خلاص احنا كده اليوم بتاعنا خلص. حق الله اتبسطت ولا لا؟ قوي 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 بامان. والله بكرره يعني اي حد عايز منك شغل بورسعيد قول له في شنطه اقعدها جنبي. مش هاخد حيز من المكان من الفراغ. ايوه وبعدين كده كده لو ربنا رزقك بقرش ولا حاجه انا بصرفه، بدل ما تروح بدمياط وتخش بيه نصرفه واحنا نصرفه. لا لا مفيش مصاريف والله عادي. ربنا يكرمك. اكن جبت لي سندوتش ولا حاجه وانا ماشي. انت بتجيب سندوتش بالفلوس دي كلها؟ مش ايه يا ستي وانا منيش هنا؟ من بعد خيرك يا حاج. رجلي على رجلك بعد كده. انا ما عاد ما يمشي لوحده ابدا، رجلي على رجله. يقول لك بيجيب سندوتش. ما انت كنت بتجيب السندوتش بالفلوس دي؟ محدش يجامل حد في الزمان ده خالص. وخلاص خارجين بقى من بورسعيد الجميله الحلوه. كان يوم حلو والله العظيم بجد. انا اتبسطت قوي بجد والله. خلاص ابقى اجيبك كل يوم. لا مش بص السما يعني. شكلها عامل ازاي؟ السما شكلها حلو قوي. اللي هيبص على السما يقول سبحان الله في السما شكل مصحف. لا هو ده على التابلوه. والله يعني بص هبوريك اللقطه دي. سبحان الله السما فيها رسمه مصحف. لما تكتبوها ما تجيبوهاش ما تاخدوهاش. الله اكبر. ما تاخدوهاش مقطع ليرز ويقولوا لك السما فيها مصحف ما شاء الله. لا بس هو على الطابلوه اهو. يا ستي كنت تسبيه ده انت حضرتك. طب استنى نص الحته الاولانيه. يا سبحان الله يا ولاد وانا ماشيه في الطريق بالصدفه ما شاء الله لقيت مصحف في شايف السما. عبر عبر. لا اله الا الله. الله اكبر. الله ما شاء الله. اللهم اعز الاسلام. لا وبيختفي وبيظهر والله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا بدات اصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وخدمت فين بقى تاني زي ما بدانا الفيديو عندها؟ خدمناها عندها. انا قلت يا انت جميله. عايزه اقول لكم بقى يرضيكم الكنبه اللي انا لسه عاملاها امبارح. ابراهيم يرضيكم الكنبه. مين؟ ابراهيم يرضيكم الكنبه. تعالى بقى اوريك انا جبت لك ايه. جبت لك ايه؟ جبت لك ايه بقى؟ جبت لها ايه عيش؟
لبن. لبن جبتي لها ايه بقى؟ انت كان نفسك في ايه؟ ورق عنب. ايه ده؟ انا ايه بقى؟ شفته جبت لها ورق عنب اللي كان نفسها فيه. بنت ده ربنا بحبها قسما بالله. والله ما تعرف احنا طلبناه ليه ولا فاضل ازاي اصلا. لا والله. يعني هو لا والله. لا والله ايوه عاملين حسابك. جبت الهيمه ايه بقى؟ ايوه طلع هيمه. ايه رايكم؟ اقعدوا بقى كله. لا انت كل ده وهي تاكل ده. لا جري جري يعني. لا جري بصراحه. ما هي ما تاكلش فراخ. اقعد بقى. شوفوا يا جماعه حلفت لي بالله ما هي عامله حاجه. بصي لي. بسم الله الرحمن الرحيم. حرام عليك يا علي. حلفت لي بالله ما عامله حاجه هتطلع تبص عليها. انا بس بنشر دهون ولميت دول اركبهم لها وامشي مش هعمل حاجه تاني. والله انت ما عاد حد يصدق. انا اصلا غلطانه ان انا جيت عشان بصوا يا جماعه انا بشاهد. احنا بقينا المغرب يا جماعه. انتوا في اول الفيديو شفتوني منظفه الشقه ازاي؟ شفت الركنه بصوا المطبخ عاملينه ازاي؟ ماشي بصوا اللبن يعني النبي غلى ولا لا؟